غادر وفد صندوق النقد الدولي لبنان بعدما أكد المؤكد. الدولة اللبنانية ترفض المضي قدما بتطبيق الشروط التي اتفقوا عليها سويا ليستفيد لبنان من برنامج تعاون بقيمة 3 مليار دولار. وقد فند المحامي رفيق غريزي لصوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي أبرز القوانين التي طلبها صندوق النقد. لقد اشترط صندوق النقد الدولي على الدولة اللبنانية وعلى مجلس النواب أن يقر سلسلة من القوانين من أجل العمل على التلاقي مع المعايير التي اشترطتها من أجل تمويل لبنان ومن أجل حمله ومساعدته على النهوض من هذه الأزمة ومن هذا الانهيار. هذه القوانين هي عبارة عن التالي: رفع السرية المصرفية، قانون الكابيتال كنترول، القانون الموازنة، توحيد سعر الصرف، وإعادة هيكلة المصارف. وإذا ما أردنا الغوص في كل قانون من هذه القوانين لوجدنا أن كل قانون منه إما يعاني من تفخيخ أو اقتراح قانون أو مشروع قانون آت من الحكومة، يعاني من تفخيخ أو من عراقيل أو من تناكفات بالسلطة السياسية حماية لمصالح معينة ومصلحة النظام المصرفي القائم ومصلحة المنتفعين من هذا النظام. وبالتالي إن لبنان بعد 3 أعوام من هذه الأزمة لا يزال يتخبط بين الصراعات السياسية الداخلية ويمتنع عن ملاقاة الشروط التي يفترضها أو التي يضعها صندوق النقد الدولي. مثلا فلنأخذ على سبيل المثال قانون الكابيتال كنترول، منذ 3 أعوام وكان يقتضي على مجلس النواب أن يصدر قانون الكابيتال كنترول منذ اليوم الأول، إلا أن اقتراح يأتي واقتراح يرحل ومشروع يأتي ومشروع يرحل، مع ما يتضمن ذلك من مضامين لا تمت إلى وضع القيود المصرفية بصلة، وإنما يأتي لإعطاء براءة ذمة للمصارف. وهذا أمر لقد تحدثنا عنه كثيرا وتناولناه كثيرا بجميع تفاصيله. أما مثلا قانون السرية المصرفية فلقد أقر إلا أن رئيس الجمهورية أعاده لأسباب طبعا معلومة من الجميع. ومثلا قانون توحيد سعر الصرف لا، ليس هناك من يتكلم عنه، وأصلا ليس هناك دراسة، وأن كل ما يقوم به المجلس النواب هو عبارة عن تخبط لا يلاقي خطط التعافي ولا يأتي ضمن سلة كاملة ومتكاملة، ويضع الدولة اللبنانية والوضع الاقتصادي والمعيشي في مهب الريح. وإذا ما تناولنا أيضا خطة التعافي التي كانت مطروحة في السابق هي خطة لازار، أما الخطة الحالية فهي خطة فارغة من المضمون، ولا تزال الدولة اللبنانية تمتنع عن القيام بواجباتها واجباتها تجاه صندوق النقد. لا يزال مجلس النواب يستنكف عن القيام بدوره التشريعي وعن القيام بدوره مثل أي دولة واقعة في الانهيار ويشوبها التخبط السياسي والقانوني والتشريعي.